السلام عليكم. إذا أنت من جيل الطيبين، أكيد إذا تتجالد مع واحد بالسنايبرات راح تبني درج وتزبن وراه، وهو راح ينتظرك تطلع راسك وانت تنتظره، وسالفة طويلة. اليوم عندي لك حركة جديدة ودي إنك تجرب. تعال وبني لك سور وسوي إدت بحرف التي، وتعال يا حبيبي أيم بين الخشب وعطيه أحلى هد. نرجع نسوي الحركة مرة ثانية، تسوي الإدت. الحركة هذه أنا متأكد إنها راح يتوقعك تطلع من على الجنب أو تبني درج وتطلع من فوق. جربها وما راح تندم. كثير من الأحيان نقابل ناس يسكرون على نفسهم في نص المواجهة وما نعرف وش نسوي بالضبط، فأنا بعطيك كم من طريقة هنا راح تفيدك. إذا كانت معك الكورة، ابعد منه على بعد 3 مربعات، وقف على بداية الخط للمربع الثالث، وثم ارمي الكورة على نهاية المربع وعطه أحلى سبرايز. والله يا جماعة الحركة هذه حلوة جبارة، ولكن إذا كان معاك فخ راح تبدع فيها أكثر. ترجع نفس الشيء وتبني سور وبعده فخ على طول بنفس الثاني، ولكن البوت هنا كان مستعد لي وجلدني. طبعا أنا ما تبت، رجعت وقلبت الموضوع تحدي أنا والبوت، وجيت وقلت بروح بحط له الفخ وبدون ما أموت. رميت الكورة وهالمرة حتى قبل لا أوصل له جلدني. طبعا عصبت أكثر ورجعت له مرة ثانية، سكرت بيني وبينه الدرج وحشرته وانتهى التحدي بيني وبين البوت. طيب ايوان تد، انا ما عندي فخ ولكن عندي سنايبر. سنايبر طبعا طلقة واحدة، او حتى اذا كان عندك ديجل طلقة واحدة للخشب وداهمه على طول حول للشتقن وقتله. الحين نفترض ان ما عندي سنايبر ولا عندي الكرة هذه ولا عندي فخ، وش اسوي؟ مثلا كان مدمج دخل وسكر على نفسه بحركة الترتل. اللي يصير عادة انك تروح بالفاس حقك وتكسر سوره وتحط السور حقك وبعدين تسوي ادت للسور حقك وبعدين تطرق عليه. المشوار هذا افضل شيء انك تختصره. ايش تقدر تسوي؟ تسوي ادت ويندو قبل لا تروح تكسر السور حقه، وبكذا تروح تداهم وانت مرتاح، تكسر الخشب حقه وتحط الخشب حقك اللي جاهز بالادت، وانت اصلا تعرف مكان الدريشة، فخلاص تكون ورا كبر وهو يتم مكشوف لك. كثير من الناس ما يعرف انك تقدر تطلق خلال هذا الباب. اذا كنت انت الشخص اللي سكرت على نفسك الترتل، تروح وتستغل الفراغات اللي في الباب، يعني تسوي ادت تحط لك باب وهو راح ينتظرك تفتح الباب، استغل الفرصة هذه واطلق عليها. او مثل ما سويت قبل شوي، حارشة من فوق وتعال وانزل تحت واطلق عليه. طبعا ما فينا على الفضايح اكثر، انجلت من البوت بما فيه الكفاية فحطيت العمود هذا بدال البوت. المهم في هذا الشرح يا طول العمر راح ارويكم اذا كان معاكم فخين مش راح تقدرون تسوون هذا الشيء. صراحة سبرايز يعني من اقوى ما يكون. يمديك تحط الفخ من فوق ومن تحت لنفس السور، مثل ما تشوفون تسوي ادت وتحط الفخ، راح يكون هو مسكر على نفسه تحت، راح يتفاجأ كيف حطيت الفخ وانت فوق. ركز معي انه لازم يكون فيه مثلث فوق السور. نعيد الحركة مرة ثانية، وسكرت هالمرة عشان لا تقولون والله ما كان مسكر من حوالينا، سكرت من حوالينا وجيت وسويت الطريقة مرة ثانية، ومثل ما تشوفون الفخ نحط من فوق ومن تحت. يعني أنا لو مت في هذا المكان صراحة راح أطلع من الجيم وأحذف فورتنايت. من أهم الشغلات الإدت السريع في اللعبة. الإدت يا طول العمر لو دخلت الإعدادات يمديك تضيف زر ثاني لنفس الوظيفة، أي شيء عندك في الإعدادات تقدر تضيف له زر ثاني. الإدت الحين مثلا عندي في الكيبورد مثل ما تشوفون حرف E، ضفت له من الماوس زر كذا الثاني. راح أرويكم الحين وش الفرق يوم يكون زر واحد بس أستخدمه للإدت ولا الزرين. الحين في هذا السور راح أضغط حرف الإي بأسرع شيء ممكن، أوكي؟ أتوقع سمعت صوت الكيبورد. لاحظوا الفرق بين يوم أسوي الإي مع الماوس والإي الحالة. أتوقع الفرق واضح، يعني ضعف السرعة ممكن. يعني مثلا أسوي إدت بحرف إي وبعدين أسوي كونفير بالماوس بيدي اليمين. طبعا هذا الموضوع راح يحتاج منك وقت كثير تتدرب عليه، ولكن الإدت راح يكون بشكل سريع وخرافي عندك. طيب في ملاحظة ثانية تافهة دائما نغفل عنها وحبيت اني اذكركم بالموضوع هذا. الادت مثلا عادة لو بفتح السور من هذه الجهة، شوف يا اخي اغلبنا ننسى ونروح كذا ما نركز من وين نسحب ووين ننتهي، فلو تركز في الموضوع هذا يكون وتاخذ اقرب نقطة بس يكون الادت عندك اسرع عادة. يعني شوف مثلا واحد يسحب كذا ولا واحد يسحب كذا، يعني مع الإدت والبناء والخبصة هذه الملاحظة راح تفيدك. حاول في كل الأماكن يوم تسوي الإدت تاخذ من أقرب نقطة لأقرب نهاية، أو أقرب بداية لأقرب نهاية. وبس أتمنى الموضوع واضح، الفرق بين هذا والفرق بين هذا.
طيب نجي لاخر نصيحة هو سر بفورتنايت، انك تحط ايديك بالكومنت وتجي تلعب مع وانتد في بث اللعب مع المشتركين، كذا راح يكون لعبك توب التوب. اتمنى اذا عجبك المقطع تاخذ الرابط تنشره لواحد من اخوياك، واحد بس ما بقول لكم 10، وان شاء الله نشوفكم على خير في مقاطع جاية، ان شاء الله انكم استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.